العراق. العراق الذي عانى الكثير من المرار خلال الحقب الماضية، أي ما نستطيع أن نقول خلال نصف من الزمان وهو في حكم، لم يرتضيه أو أنه كان في حروب، دوامة الحروب ودوامة الصراعات الداخلية والخارجية والدولية، ولم يستطع أن ينهض بنفسه وينزهر ويستقر وأن يكون في تلك الأجواء التي يعيشها الآن، وإن كانت تتسم بالعنف، وإن خرج المحتل أو خرجت القوات الأمريكية وبقت القوات الأجنبية من العراق، إن هذا ما يعمله الجميع، الدول العربية ودول العالم، أن يكون هناك نوعا من الازدهار والاستقرار في العراق، وأن يلتفت إلى نفسه، وأن يكون هناك تلك العلاقات الدبلوماسية الحاسمة مع باقي دول العالم والدول الجوار خاصة، وأن يكون هناك ما يمكن أن يبني ويعيد بناء بلاده من جديد، وأن يكون هناك ذلك النظام السياسي الذي يمارسه والذي يحقق له ما يريده من تلك الرغبات والطموحات، وما يحقق رفاهية الفرد العراقي والشعب العراقي بصفة عامة.